اطلع شوي منكم. اهو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عرفنا باسم ديالك واخويا رشيد، رشيد الدهبين قادي. راني اخويا نعيان. اخويا اخويا رشيد هذه شحال واش راك تخدم؟ اخوك تخدم بواحد الباركين، مره مره نخدم باركين، مره نمشي للسوق، مره كل مره. واش خوك دابا شنو المشكل اللي صرالك؟ وصرا لي واحد المشكل خويا، ما راني نشوف بعينيا وباغي ندير واحد العمليه وما عنديش خوك. راني ما بحالاش بقاش مبين مرتب، مرتب عينيا هادي بزاف اخو. ما ديك الوقيته خويا انا ما نشوفش، والحاله حاله الاخويا. لا خطره وحده نقطع لهاد العين، هاد العين اللي من اخويا ما نشوف بها بزاف. دابا شنو درت هذاك؟ مشيت للطبيب؟ مشيت اخويا لواحد الطبيب وقال لي اخويا دير لك العمليه 600,000 خويا. 6,000 درهم للعين الوحده؟ نعم اسيدي. يعني انت خصك بزوج دابا؟ ايوا نشوفوا بعد هاد الاولى ويكون الخير ان شاء الله. وبالنسبه للمصروع كذا ذكرك المصروف بالحالة حالة الله خوك، مرة نلقى مرة ما نلقاش، مرة لا لقيت العشاء الغدا ما نلقاش، لقيت الغدا العشاء ما التاني ما نلقاش. عندي بنية وليد خويا يقرأ خويا. واش تسكن تاعكم زعما؟ صراحة مكربصة. رانا مكربصين خويا، من جي الشتا خويا راك عارف كي دير لنا هنايا، وعندي واحد البويتة فيها الخشب مقروضين. الحالة حالة الله الدويرة خويا ماشي ديالي. كل شيء كاد قطر علينا من جيشتا، قطر علينا الدويرات. كديروا في الشتاء دابا؟ ايوا راك عارف ندسو غير في واحد البيته، هذيك البيته اللي مهرسين لها الخشب نهربوا لها هذه اللي شويه وصافي. واخا كنهربوا لها كتقطر فوقنا. وهذيك تاع الخشب هذيك ما تخافوش شي نهار مثلا ولا يسرح فوقها؟ واش غادي نديروا لها خويا؟ قالوا لنا ما تعدلوش، رحنا قاعدين هكذا ما عندناش باش نعدلوا، ما عندناش. اي رحنا مديبوانين خويا. شحال معاك؟ هادي درك خويا جيت هنا في 2002. ودابا هذاك الباركينغ ما بقيتش تقدر ما بقيتش نقدر نمشي له خويا، ما نشوف بعينيا. فين غادي نمشي؟ ما نشوف ما والو. عملية ضروري باش ضروري خويا، ما كاش اللي يخدم عليا اخوك. يا المرا ديالي مسكينه، مره مره ديباني، مره ما ديبانيش الميناج في الديار، مره ما يلغالهاش راها مريحه، مره كل مره. واش ما شاء الله يكون خير، الله يرحم الوالدين. ايوا نطلب منهم يديروا لنا العمليه، الله يرحم لهم الوالدين، اجر ربي يسهل عليهم. انت العمليه هذيك شحال قالك؟ قالت لي 600,000. 600,000 الوحدة بزوج يعني مليون و... نعم اخويا. والتحاليل وكذا يعني زوج ملايين. زوج ملايين هكذا اخويا. نعم. ما عندكش باش دير تحاليل؟ ما عنديش خويا، كون عندي ما عنديش. فهمت. الله يرحم لك الوالدين اخويا. دابا انتم هنا السكنة واش هذاك محتاجين مثلا شي واحد يعاونكم باش تصاوبوا ولا ما خلاوكمش تصاوبوا؟ ايوا ما كرهناش وش ما خداوناش نصاوبوا هنايا، ما خلاوناش نصاوبوا، الدولة ما خلاتناش وماشي الدار ديالنا. يعني ما عندكمش حق انكم تصاوبوا؟ ما عندناش حق، ما عندناش حق هنايا، ما عنديش حتى الورق، ما عنديش هنا على سميتي. ما تبانيش، روح ديري ال ديري هادي فين سيدي؟ حنا من بانش خصني من بانش. لا لا هذاك شنو محتاجين؟ شنو دابا راجلك خدام هادي شحال؟ كنتو مزيانين دابا من المرض شنو؟ ايوا شويه لقد الحال، كنا واخا هو شويه وكنت انا هو شويه وانا شويه، ودرك من درك ما راهش يشوف بعينيه، ما درك صافي الدعوه حبست والديور ما الخدمه قلالت، ما راهمش يلغاو لنا اليوم. يعني
كنت نعاون هكذا ندير الميناج مره واحده تعطيني 5000 وحده تعطيني 8000 وحده ما اللي قسمه الله هنا كنجيبو وهكذا وكنا عايشين هكذا نهار يخطاوه العينين صافي درك عين وحده ما يشوش بيها وحده يشوف بها غير شويه ومن دينا ديتها فوت عليه قالوا لي خصي ضروري دير العمليه طلبوا لي 600000 الوحده ما عنديش من نجيبه لا غالب عندي بنت ول بحر لا قومته بغي ما ماكلتهم وصابونهم راني مزيانه ما عنديش المحل الدار ماشي ديالي ديال مولاها ما الله غالب في الصيف نكشف اللي هو يش يدخلوا عليا ما جات الشتاء عاود تقطر عليا الله غالب نحمد الله ونشكره اللي عطاه لي في حقي نطلب من المحسنين يعاونوني لا غالب طبعا شي هذيك محتاجه المعاونه المحسنين باش هذيك ديروا العمليه الراجلي ايوا راني محتاجه باش يديروا العمليه الراجلي درك راها 46 سنه ولا 47 سنه ماشي كبير بزاف صار العينين خانوه انا والله غالب نشكر من المحسنين يعاونوني ولا راهم يشوفوا فينا ولا راهم على هذا الكلام اللي قلناه ان شاء الله يكون يعاونونا ان شاء الله يكون أوف الله يرحمهم الوالدين اللي عاونونا ودرنا هاد العملية والله الله يعطيهم الخير الله يجرب ربي يسهل عليهم هذا ما غادي نقولهم الله يرحمهم الوالدين أنا باغي غير العملية نشوف غير بعيني ما خصني حتى حاجة أخوك أنت ما كنت بعينك ما كان خصك خير خدام ما كنت خدام الحمد لله المهم كنت نمشي لواحد الباركين نهار نجيب نهار ما نجيبش المهم كنت معيشهم وهاد الساعة دوك راني غير ندور خوك راني مريح حنا بأم الباب مرة نمشي عند بنات عمي مرة نولي هنا مرة المهم الحالة حالة الله خوك الله يرحمهم الوالدين اللي عاونونا وعطاونا شي بركة والله الله يعطيهم الخير هذا ما غادي نقول لهم خوك الله يرحمهم الوالدين شكرا خوك